تحية سامي إيديتا وماذا نرى لسامي إيديتا. اللي أنا شفت إن ده كل اللي حصل كان في المنطقة دي كلها، كان عمل كونتراكتنج فلات، وأعتقد إن الدورة السريعة بتاعتي بدأت من المستويات دي. طيب أنا الدورة السريعة بتاعتي بدأت بهذا الشكل اللي هي الموجة الأولى، إن أنا عملت واحد، عملت اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، وعملت تصحيح بسيط وبدأت الموجة التالتة. طيب يعني أنا إيه يعني الموجة التالتة بتاعتي؟ بمنتهى البساطة بدأت من المناطق دي، وإحنا كنا مسحنا بالشواء من المناطق دي في حالة كسرة بمنتهى البساطة. طيب أنا دلوقتي المفروض عايز إيه؟ عايز آخد مستويات المية واحد وستين فيبو منين؟ من المستويات دي اللي هو المستويات اللي أنا عمل لي كونتراكتنج فلات هنا وصعد منها، فأنا ما زلت ببحث عن مستويات المية واحد وستين فيبو من المستويات دي، وإحنا كسرناها كمان. طيب المفروض بقى انا منطقه الطلب المفروض بتاعتي اللي هي المنطقه دي اللي حصل فيها خناقه، وكل ما بيرجع لها السعر بيرتد منها. شايف المنطقه دي كلها؟ دي المنطقه اللي المفروض ان انا اشتري منها. طيب هو تراجع لها، المفروض دلوقتي ان انا ببحث عن الشراء العملي لعمل قمه جديده، وابحث عن مستويات. اول هدف عندي يكون مستوى ال 34، لكن على المدى الطويل احنا هنروح لمستويات ال 39 جنيه. ليه؟ لان احنا لو جينا نبص هناخد بقى نظره اوسع على السهم. احنا لسه في الموجة التالتة اللي اعتقد ما زالت مستمرة، واعتقد كمان ان احنا بدأنا عملنا واحد واثنين هنا وبدأنا الموجة التالتة. يعني الموجة التالتة الفرعية بتاعتي بدأ من مستويات 19 جنيه ونص، وما زلت ابحث عن مستويات ال 39 جنيه على المدى الطويل. اي تراجع للمناطق دي حاليا او مستقبلا للمناطق دي اللي هي من مستويات 27 لحد مستويات 25 ونص هو فرصة للشراء، وما زلت قريب من المناطق دي. طيب اروح على فيم الساعة عشان اشوف تصحيح المنطقة دي. انا كل ما برجع للمنطقة دي برتد منها، شايف ان انا حصل عندي تصحيح مكتمل. اي تراجع بضعف للمناطق دي هو فرصة للشراء، وما زال الزخم البيعي قوي لسه. يعني لسه انا ما نزلتش، لسه اعتقد ان انا ممكن يكون عندي تراجع، او لو دخلت ولقيت شمعة صنع السوق في المناطق دي انا ممكن اشتري. انا عندي شمعة فوليوم قوي جدا وكسرت، يعني المنطقة دي ما زالت ايضا منطقة صراع، اللي هي المنطقة اللي ما بين 29 جنيه لحد مستويات ال 30 جنيه. دي منطقة انا عندها، لكن انا شايف افضل مناطق للشراء لما اقرب اكتر على مستويات 27 جنيه. يعني مش شرط تنزل لمستويات 27 جنيه، مش شرط تنزل لمناطق الطلب دي، لان الشمعة دي ممكن ما تكسبش. يعني كل ما اقرب، يعني كل ما اقرب لمستويات 27 جنيه يكون فرصة. انا شايف كمان لما نزلنا لحد مستويات ال 28 جنيه وكسور كان برضو فرصة ان احنا نشتري، فما زلنا شايفين. وهو لسه شايف ان المنطقة دي لسه ما ادانيش ردة فعل حقيقية. لو اداني شمعة صانع السوق في المناطق دي انا هشتري تماما، لكن هو لسه ما ادانيش اي حاجة. واللي بيشتري يا شباب عارف اول قمة لي او اول هدف لي هيكون عند مستويات ال 34 ونص، والهدف بالنسبة له الاكبر هيكون عند مستويات ال 39 جنيه. وان شاء الله هنعمل تحديث في حالة تحولنا على ترند صاعد، ولكن لسه ما عنديش اي اشارة لارتدادة من المستويات دي، ولكن ما زالت مناطق مرضية يعني للشراء المناطق دي صراحة، يعني لحد مستويات ال 27 جنيه. وبالتوفيق.